هنكمل في الجزء دلوقتي اللي بدأناه في المرة اللي فاتت بالنسبة للجورنال بيرنج، وهنبتدي دلوقتي بعملية السليكشن اوف جورنال بيرنج. اختيار الجورنال بيرنج بيعتمد على بعض الأسس. ففي التصميم احنا بنعتبر ان احنا ان الجورنال بيرنج لازم يحقق عدد من الساعات معين، وهو 10,000 ساعة. طبعا كل ما كان العمر بتاع الكرسي اطول كل ما كان ايه احسن. ونلاحظ ان احنا طبقا للتشارتس اللي احنا هنتعامل بيها دلوقتي، فلو انا الكرسي اللي هختاره طبقا لهذه التشارتس ده المفروض هيعيش 10,000 سيرفيس اورز، يعني 10,000 ساعه تشغيل عند الحمل والسرعه اللي انا محددته. ولكن لو خلال الاستخدام السرعه قلت او الحمل قل، فمعنى كده بيديني لايف ايه اكبر، والعكس صحيح، لو حصل زياده في السرعه او زياده في الحمل فمعنى كده ان اللايف بتاعه الكرسي بتقل. مع الاخذ في الاعتبار برضو حاجه تانية، ان عمليه الزياده في الحمل طبعا لازم تكون، حتى لو حصل زياده في الحمل على الحمل اللي انا مصمم عليه، المفروض ما يكونش الحمل ده يوصل بيا من حيث السترينس بتاع الجزء للفيلير، يعني ممكن يزيد بس ما يكونش واصل ايه للفيلر. لو وصل للفيلر فيحصل لي فيلر للسيستم دون ان الكرسي بتاعي طبعا يعيش او ما يعيش. عملية سليكشن اوف جورنال بيرنج بتعني بالنسبة لينا ايجاد بعض الداتا معينة اللي هي ظاهرة قدامي، اللي هي اول حاجة البيرنج ديامتر اللي هو قطر الجلبة، دي اول حاجة. تاني حاجة الديامترال كليرنس اللي هو الخلوص القطري، وهنا الخلوص القطري اللي هو المسافة بين قطر الجلبة وقطر الجورنال بتاعها، او قطر العمود، يعني بين قطر العمود وقطر الايه الجلبة. ونلاحظ وبالتالي فالمفروض ان طبعا قطر الجلبة بيكون اكبر من قطر العمود، وبالتالي فقطر الجلبة بيساوي قطر الجورنال وقطر العمود زائد الديامتر كليرنس. في بعض الاحيان بدل ما بنقول كيلومتر كليرنس بيقول راديال كليرنس اللي هو السي ار، والسي ار ده بيبقى نص السي دي، يعني كل سي دي اللي هو الديامتر كليرنس اللي هو الخلوص النصف قطري، يعني اللي هو السي ار ده الخلوص النصف قطري يساوي نص الخلوص القطري، او ان الخلوص القطري يساوي ضعف الخلوص النصف قطري. دول اول تو بارامترز احنا بنحددهم. بالاضافه لكده بنحدد كمان البيرنج ويتس اللي هو طول الكرسي نفسه اللي هو طوله اللي هو في الاتجاه الاكسيال مع اتجاه الشافت، وبنحدد السيوتابل تايب اوف لوبريكانس اللي احنا ممكن نستخدمه، يعني بنحدد كمان الزيت اللي هنستخدمه من حيث الفيسكوستي بتاعته والنوع بتاعه طبقا طبعا لدرجه حراره التشغيل. احنا قبل كده شفنا في معادله في تشارت قبل كده مجموعه البيرنجز كلها مع بعضها عند الاحمال كفانكشن في الاحمال والسرعات، يعني عرفنا كل مدى لكل نوع من الكراسي بيستخدم في ايه، عرفنا الجورنال بيرنج الهيدروديناميك جورنال بيرنج بيستخدم في السرعات العاليه، قبليه بشويه بيكون اللي هو الانتي فريكشن بيرنجز، وقبليهم بيكون موجود الدراي والسيلف لابريكيتد بيرنجز. وعرفنا كمان او شفنا في التشارت اللي قبل كده كمان ان في تداخل، يعني في عند سرعات معينه واحمال معينه ممكن اكتر من نوع من الكراسي يستخدم، يعني عند سرعه معينه وحمل معين ممكن جورنال بيرنج يستخدم او انتي فريكشن بيرنج يستخدم، ودي عرفناها من اللوحة اللي قبل كده. لكن احنا عايزين نشوف دلوقتي لو احنا هنشتغل على جورنال بيرنج فازاي احنا نقدر نحدد بيانات الجورنال بيرنج. اللوحة اللي قدامي دي بتظهر لي علاقة بين حاجتين، روتيشنال سبيد مع الماكسيمم ريكومندد لود. اللود هنا بيدول لي السكيل بتاعه بالكيلو نيوتن وبالكيلو بوند، وروتيشنال سبيد بالار بي ام او بالريفوليوشن بير مينت او لفه كل دقيقه. اللي ظهر قدامي دون ده المدى او ده الهايدروديناميك
بيرنجز اللي انا ممكن استخدمها. يعني نبص نلاقي عند كل خط من الخطوط الحمراء دي، كل كيرف من الكيرفات الحمراء دي مكتوب عليها قطر معين، وده قطر العمود. وبالتالي فتقاطع الاكس والواي عند نقطه على دهيا، فهتدي تقاطع يعني اي نقطه على المنحنى ده هيكون ليها اكس وواي. الاكس والواي بتاعتها بيدوني السرعه والحمل اللي عند القطر ده هو ممكن ايه الجورنال بتاعي يكون ايه شغال. يعني الـ 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 الارقام المكتوبه ليه من 25 ملم 50 75 100 وهكذا لغايه 200 ملم، دي اقطار الجورنال اللي هو قطر العمود. ودي نلاحظ دي بتبقى من ضمن الداتا اللي عندي، اللي انا جايبها منين؟ جايبها من حسابات السترينث. يعني انا في حسابات السترينث بقدر اقول انا عندي عمود هيبقى قطره مثلا 50 ملي او 60 ملي او 70 ملي، فدي بتبقى داتا بالنسبه ليا، اصبحت داتا معطاه تعتبر جيفن داتا يعني بالنسبه للايه؟ لاختيار جورنال الجورنال بيرنج. المنطقه الثانيه اللي ظهرت دلوقتي قدامي دي منطقه الباوندري اللي هي الخطوط الايه الصفراء. وبالتالي فنبص نلاقي ايه؟ نلاقي ان الخطوط الصفراء دي عند سرعات اقل. يعني الكرسي الواحد عند السرعه الاقل بيظهر فيه باوندري كونديشن. الباوندري كونديشن مقصود بيه ان بيبقى عمليه التزييت بين الجورنال وبين الجلبه ما هواش تزييت كامل ولكن تزييت جزئي، بمعنى ان ممكن يحصل في بعض الاماكن متل تو متل كونتاكت بسيط بين على بعض الاسبيرتيز، يحصل بها تلاقي لبعض الاسبيرتيز بين العمود والايه والجلبه بتاعته. لكن اللوحه هنا برضو موضحه لي ان الرينج بتاع الباوندري بيكون في سرعات اقل من الايه الهايدرو دايناميك. كمان ان هو الدراي هو واضح عندي الدراي رننج، هلاحظ ان هو عنده سرعات اقل واحمال اقل من الباوندري. وبالتالي فاللوحه دي يعني هي تعتبر مماثله للي احنا شفناها قبل كده، ولكن دي فيها بعض التفاصيل الزياده شويه اللي بتحدد لي نوعيه كل نوع من انواع الكراسي. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي اللي انا عايز اقوله ان دلوقتي اللوحه دي هي فيها ثلاثه انواع من الكراسي الجلب اللي هي الجورنال بيرنجز، الدراي والباوندري والهيدروديناميك. الهيدروديناميك ده معناه ان بيحصل بيتولد هيدروديناميك افكت في اللاير في الفيسكس فلويد لاير او في طبقه الزيت اللي موجوده بين الجزئين اللي منهم حركه نسبيه اللي هم العمود والجلبه. والباوندري بيبقى فيه بارشال ممكن يحصل بارشال كونتاكت بين بعض الاسبيرتيز من السطحين. اما الدراي فده في 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 حاله عدم وجود زيت، يعني الجلبه وعمود في حاله عدم وجود زيت، ونلاحظ ان السرعات بتاعتها بتبقى منخفضه والاحمال ايضا ايه منخفضه. وكل لما السرعه تزيد نلاقي ان الحمل عند نفس قطر العمود بيقل. يعني لو اخدت مثلا الخط الاخضر اللي مكتوب عليه 50 ملي بتاع الدراي رابنج بيرنج، هلاقي ايه؟ هلاقي انه بيبتدي عند سرعه 60 ار بي ام، عندها بيبقى في حدود 1 كيلو نيوتن. ونلاحظ 1 كيلو نيوتن معناها 100 كيلو بوند. وبيقعد الحمل كل ماده كل لما السرعه تزيد، لو 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 السرعه زادت الحمل اللي بيتحمله هذا الكرسي ايه؟ يقل. كل ما السرعه تزيد كل ما الحمل يقل لغايه لما يوصل عند اقل حاجه مثلا اللي هي عند ايه؟ لا هي المفروض يعني عند الصفر، يعني سرعه 1000، او لو احنا طلعنا فوق شويه مثلا عند سرعه 10 كيلو جرام بتكون السرعه في حدود كام؟ مثلا في حدود 600 ار بي ام عند 10 كيلو بوند في 600 ار بي ام بالنسبه للقطر ال 50 مللي. نلاحظ ان قطر عمود 50 مللي قطر مش هين، قطر كبير. لكن نتيجه انه بيشتغل في الدراي فنلاحظ ايه؟ ان السرعات الحمل اللي هتبقى عليه قليله لو كان السرعه ايه كبيره. الخط ده بيديني البري ريبليكيتد اللي هو يعني بيديني المدى بتاع اللي هو البري ريبليكيتد اللي هو السيلف ريبليكيتد اللي هو الكرسي السابق التزييت، اللي هو الكرسي بورس ماتيريال بشرط ان هو ايه يكون مشبع بالزيت امبريجنيتد اويل موجود فيه، يعني الزيت متغلغل جواه. فده بيلاحظ ان هو بيبقى سرعاته ايه اكبر شويه من حاله الدراي الى حد ما.
يعني مثلا دلوقتي لو انا خدت مثال عندي اللي ظهر قدامي دون ده دلوقتي كرسي عليه 300 كيلو بوند، لو هيلف عندي 3000 ار بي ام لازم يكون قطره 50 ملم. يعني لو عندي عمود قطره 3 اسف لو عندي عمود عليه حمل، يعني عند عايز اعمل له كرسي معين وعليه الكرسي ده عليه رياكشن ريديال رياكشن قيمته 300 كيلو بوند اللي هي 3 كيلو نيوتن، في هذه الحاله هلاحظ ان الار بي ام بتاعتي وكانت السرعه بتاعت 3000 ار بي ام، هلاحظ ان العمود ده لازم يكون قطره 50 مللي. وبالتالي لو كنا نعمل حسابات الاستنس بتاعتي العمود ده 60 او 70 يبقى يمشي، يبقى ينفع كده، يبقى هعمل الكرسي بتاعي 60 مللي او 70 مللي مع عند السرعه دي مع الحمل دوت. لكن لو كان القطر بتاعي طالع من الاستنس اقل من 50، لو كان 40 يبقى لازم اعمل القطر 50 عشان يعيش ال 10000 ساعه. لكن لو انا عملته على قطر ال 40، يعني مشيت على قطر ال 40 عند سرعه 3000 وكان عليه حمل اللي هم 300 كيلو بوند، كنت هلاحظ ايه؟ هلاحظ ان العمر اللايف بتاع الكرسي بتاعي ايه؟ هيقل. اضافه لكده نلاحظ حاجه، نلاحظ ان بالنسبه للهيدروديناميك باوندري لوبريكيشن اللي هو الخطوط الصفراء، فان الويتس بتاع العمود بيبقى 6 من 10 ديامتر. يعني لو كان قطر العمود بتاعي مثلا 50 مللي فيبقى المفروض هيبقى الويتس بتاعه 30 مللي، لو كان قطره 50 هيبقى الويتس بتاعه 30 وهكذا. يبقى الويتس بيساوي دايما ايه؟ 6 من 10 القطر. بينما في حاله الدراي، في حاله الدراي ففي عندي حالتين. اول حاجه في الدراي في عندي اساسا الجلب اللي احنا بنستخدمه هم نوعين اساسيين من الجلب، هو هم التفلون اللي هو البي تي اف اي اللي هو ده الاختصار بتاعه اللي هو اسمه التفلون في السوق، والاسم العلمي بتاعه اللي هو البولي تترا فلورو ايثيلين. فالويتس بتاعه بيساوي الديامتر، يعني لو كان القطر 20 يبقى العرض بتاعه او طول الكرسي بتاعي 20، ده في حاله التفلون، وده بالنسبه عشان يشتغل كام؟ 10000 ساعه. 10000 ساعه. بينما الويتس بيبقى 1.5 الديامتر لو كان الكرسي بتاعي من الجرافيت، والجرافيت بيستخدم الجرافيت لان الجرافيت من اهم ميزاته ان هو يعتبر يعتبر لوبريكانت كويس، او يعني معامل الاحتكاك بتاعه بيبقى قليل. ولكن بيبقى طول الكرسي بتاعي 1.5 ديامتر، وفي هذه الحاله بيشتغل 500 ساعه فقط. يعني التصميم ده عشان يشتغل 500 ساعه ايه؟ تشغيل. ده بالنسبه للدراي. بالنسبه للبري لابريكيتد، البري لابريكيتد فالويتس بيساوي الديامتر على طول. يبقى اذا بالنسبه للهيدروديناميك والباوندري الويتس بيساوي 6 من 10 دي، وبالنسبه للدراي دراي الويتس بتاعي حسب نوع الخامه، اذا كان تفلون او جرافيت. تفلون بيبقى بيساوي الديامتر، ومن حيث الجرافيت بيبقى يساوي 1.5 ديامتر. بس هنا ساعات التشغيل هنا 10000 في حاله التفلون، وفي حاله الجرافيت 5000. وبالنسبه للبري لابريكيتد اللي هي البورس ميتالز فالويتس بيبقى ايه؟ يساوي الايه؟ الديامتر. وبالتالي في عندنا بعض الملاحظات اللي لازم ناخد بالنا منها. اول حاجه ان انا عشان اجيب السيتابل جورنال ديامتر، يعني القطر المناسب بتاع العمود ده، انا هجيبه من الحمل ومن السرعه، من الحمل من اللود والسبيد. والاحظ حاجه ان طبقا الحمل واللود والسبيد هلاقي نقطه تجيلي على خط من الخطوط بتاعه المنحنيات دي بتديني اقل قطر امن للعمود. وبالتالي لو كان قطر العمود هو يساوي القطر اللي طلع لي على الشارت يبقى ما في مشكله. لو كان قطر العمود اكبر استخدم القطر الاكبر بتاع العمود، لان هنا ايه هيبقى المشكله او هو بين الفيصل عندي وفيصل السترينس. لو كان قطر العمود اقل معناها ان لو مثلا يعني ايه قطر العمود اقل؟ يعني الشارت ادتني ان عند حمل معين وسرعه معينه القطر 50، وكان الحسابات بتاعتي بتقول ان قطر العمود او قطر يعني العمود عند الكرسي دون 40، يبقى معنى كده ان 40 مللي من حيث الاسترنس تكفي.
ولكن عشان اكون الهايدروديناميك افكت وعشان الكرسي بتاعي يشتغل ويعيش لازم يكون قطره كام؟ ال 50 مللي، فاستخدم الايه؟ ال 50 مللي. يعني باختصار ان الجنرال ديامتر ده فانكشن في اللود والسبيد. تاني حاجه المثال اللي ظهر اللي احنا شفناه قبل كده ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الجنرال ديامتر بالنسبه لو كان اللود عندي 3000 نيوتن والسبيد 3000 ده بيكون كام؟ 50 ملم. ده المثال اللي احنا شفناه ايه قبل كده. بالاضافه لكده بالنسبه للهيدروديناميك بيرنجز والباوندري لابريكيتد بيرنجز، اللي هي الهيدروديناميك كان باين عندنا بالخطوط الحمراء واللابريكيتد كانت بالخطوط الصفراء، فعرض العمود بيساوي 6/10 القطر. بالاضافه لكده بالنسبه للدراي بيرنجز اللي هو بيكون مفهوش لوبريكانت اللي هو كان باين بالخطوط الخضراء، الويتس بتاع الكرسي بيساوي فاكتور موجود مضروب في الدي، حيث الفاكتور ده بيتوقف على نوع الخامه بتاعه الجلبه بتاعتي. فلو كنت عاملها من التفلون اللي هو البي تي اف اي فهيبقى اللايف بتاع واللايف بتاعتي تبقى 10000، فهلاقي ان كده بيساوي 1، يعني الويتس يساوي الديامتر. وبالنسبه للجرافيت بيرنجز او الكراسي الجرافيتيه فالكي بتاعتي بتساوي 1.5 بس، واللايف بتاعتها بتبقى 500 ساعه. البري لابريكيتد بيرنجز اللي هي السيلف لابريكيتد اللي هي الكراسي اللي بتبقى من البورس اللي احنا شفناها اللي كانت بالخط الابيض، فالماتيريال الويتس بتاعي بيبقى الكي بتاعتها بتساوي كام؟ 1، يعني العرض بيساوي الايه؟ القطر. هنتكلم دلوقتي على السلكشن بتاع الهيدروديناميك جورنال بيرنج، يعني بعيد عن الباوندري. هنلاحظ ان ايه؟ ان احنا علشان نعمل عمليه يبقى في عمليه يعني دقه في عمليه اختيار الكرسي او السبيسيفيكيشنز بتاع الكرسي او مواصفات الكرسي، فاحنا هنستخدم تشارت اللي هي هتظهر لي دلوقتي، وهنطبق عليها مثال اللي هو عند كرسي الحمل بتاعه 800 نيوتن 8000 نيوتن يعني 800 كيلو جرام والسرعه 550 ار بي ام. وهنلاحظ من دلوقتي هنلاحظ ان قطر العمود يبقى في حدود 92 ملم. هنشوف هذا الكلام دلوقتي على اللوحه اللي ظهر قدامي. اهي اللوحه اهي قدامي، هلاحظ دي بقى اللوحه اللي ممكن نستخدمها في التصميم على طول، لان هنا هو هبص الاقي ان اللوحه هنا هو بين الجورنال ديامتر وبين روتيشنال سبيد عند احمال كل منحنى من دول عنده حمل معين بيبتدي من 50 نيوتن لغايه 70000 نيوتن يعني لغايه 7 طن. طبعا دي الكراسي الكبيره دي يعني مثلا ده عند السبع طن دي اللي هي مثلا الاقطار بيبقى في حدود 190 ل 200 ملم، يعني اقطار كبيره نتخيل 20 سم قطر عمود او قطر كرسي، ده ايه حاجه ضخمه جدا. اهو المثال اللي قدامنا لو بصينا نبص نلاقي السهمين الحمر الراسي والافقي دول بيدوني التقاطع بتاعهم عند الايه؟ عند ال 8000 نيوتن، يعني انا لو جيت دلوقتي عند 550 عند سرعه ار بي ام 550 وهمشي افقي هلاقيه قاطع لي ال 8000 عند النقطه اللي حواليها الدايره دي، لو نزلت لتحت هيديني قطر في حدود 90 او 92 ملم، وبالتالي يبقى انا لو انا عندي عمود بيلف عند سرعه 550 لفه والحمل اللي عليه 8000 نيوتن، فاذا قطره لابد الا يقل عن في حدود 92 ملم. بالنسبه للباوندر لوبريكيشن هبص الاقي قدامي عندي ان هو باوندر لوبريكيشن، ادي لو انا هصمم يعني كراسي هشغلها على الباوندر لوبريكيشن هلاحظ ايه؟ هلاحظ ان هي الرينج بتاعها هيبقى المفروض تحت على شمال وتحت الايه؟ الهيدروديناميك متكبره عندي هنا اهي، ولاحظ ان هي عند احمال ابتداء من 400 نيوتن لغايه 100000 نيوتن، 100000 نيوتن يعني في حدود 10 طن. والخطوط الصفراء دي بالنسبه للوايت ميتال لايننج اللي هو السبايك اللي معموله من السبايك اللي بيسموها السبايك البيضاء اللي هي بتبقى سبيكه المونيوم مع نيكل.
فيها ايه نسبة من النيكل، دي الخطوط الايه الصفراء. اما اللي ظهر قدامي دلوقتي دوت، ده امتداد للخطوط الصفراء اللي هو باللون الاخضر، ده بيديني بالنسبة لللايننج او للكراسي اللي هي الكبر ليد اللي هو الرصاص مع نحاس بتبقى سبائك صفراء، دي نلاحظ ان هي الرينج بتاعها بيبقى اقل شوية، الاحمال بتاعتها عند سرعات اقل وعند اقطار ايه اقل، والمنطقة اللي هي تحت الخط البامبا المنقط دي المنطقة بتاعت الجريس لابريكيشن، اللي هي لو انا هستخدم مكان الزيت هستخدم اللي هو الشحوم اللي هي المنطقة اللي ايه السفلية تحت الخط الايه البامبا المنقط. وبالتالي فهنا هو المنحدر هو انا ممكن يستخدم في اختيار الوايت ميتال لايننج او الكبر ليد لايننج. نلاحظ ان بالنسبة للهيدروميك لوبريكيشن دي دايما بتبقى فوق الخط الابيض في اللوحة اللي فاتت، وده ايه منطقيا لان طبعا الهيدروميك لوبريكيشن يبقى عند سرعات اعلى وبيشيل احمال اعلى وعند اقطار ايه اعلى. تاني حاجة برد سوليد يلو لاينز بريزنت ذا رينج اوف وايت ميتال لايننج، يعني الخطوط الصفراء اللي قبل كده احنا بس بنقول اللي احنا قلناه قبل كده على اللوحه، الخطوط الصفراء دي كانت بالنسبه اللي هي بتاعه الوايت ميتال اللي هو السبائك البيضاء، والبارل دوتد جرين لاينز بريزنت رينج اوف كبر ليد لاينز، والخطوط الخضراء اللي هي كانت منقطه الدوتد لاين دي كانت بالنسبه للكبر ليد اللي هي السبائك الصفراء. وثالث حاجه الاريا اندر ذا دوتد ريد curved line presents the grease lubrication region، دي المنطقة اللي احنا قلنا عليها اللي هي في الكتف المنحنى اللي فات من تحت على الشمال، دي بتحدد لي منطقة المجال لاستخدام الشحوم. واهو الرسمة تانية قدامها هي واضح فيها الثلاث مناطق او الثلاث انواع اللي احنا ايه اتكلمنا ايه عنه. هناخد مثال، لو كرسي عليه 20,000 نيوتن يعني 2000 كيلو بوند يعني 2 طن، والسرعة بتاعته 60 RPM يعني الحمل عندي 20,000 نيوتن والسرعة 60، لو ابص عند دلوقتي عند ال 60 لو ابص كده عند الخط الافقي ده عند الخط الافقي اللي هو الاخضر الفاتح ده بيبتدي لي عند او بيؤشر الى ال 60 RPM. لما همشي افقي هلاقي يقابل ال 20,000 عند الدايره، لما هنزل تحت عندها هلاقيني يديني قطر في حدود 150 ملم. وبالتالي لو في حساباتي كان القطر اقل من 150 ملم يبقى لازم اعمل الكرسي بتاعي العمود اخليه قطره 150 ملم. بالنسبه لو كان القطر 150 مفيش مشكله، لو كان القطر اكبر من 150 اشتغل اللي هو من حسابات السترينث اشتغل على القطر الاكبر، لو كان 160 170 اشتغل على ايه على القطر الايه الاكبر. طيب امتى بيحصل ان القطر ده بيبقى اكبر نتيجه ان ممكن يكون اختياري انا وانا بعمل التصميم بتاعي للعمود كنت مستخدم خامه السترينث بتاعها منخفض شويه فعشان كده اداني قطر كبير. يبقى انا عايز حتى اعمل عمليه اوبتمايزيشن ديزاين يعني تمثيل تصميم مثالي، انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعيد حساباتي واختار خامه السترنس بتاعها اعلى شويه بشرط، وطبعا لازم اعمل تشيك بالحسابات، بشرط ان انا اوصل لقطر يماثل قطر 150، عشان كده يبقى عمليه يبقى ده احنا بنسميه تصميم مثالي، معناه تطابق الحسابات بالنسبة للسترينس بتاعت العمود او بتاعت قطر العمود او ركبة العمود او الجورنال مع الحسابات اللي جالي من المنحنيات، بشرط ان هي تديني اللي هو العمر اللي احنا قلنا عليه اللي هو 10,000 ساعة. طيب لو كان القطر اللي عندي اللي هو جاي من الحسابات كان اقل، معناه ان انا مستخدم خامة
كان اختياري فيه يعتبر اوفر شويه، يعني مختار سترينث اعلى من اللازم قوي، فممكن ان ايه استبدلها بخامه اقل في السترينث واعيد حساباتي فتديني قطر اكبر شويه، ممكن يقرب لايه لل 150 عشان اوصل للايه الاوبتيمم سوليوشن او الحل المثالي بالنسبه ليا. وتحت اي وضع هيكون العرض بتاع الكرسي او طول الكرسي. انا بقول كلمه عرض او طول هنا الاثنين بمعنى واحد، عرض مع اللي هو المقصود بيه البعد الثالث للجلبه، يعني الجلبه ليها قطر دول بعدين اكس وواي، البعد الثالث اللي هو زد اللي هو هيبقى في اتجاه ايه في اتجاه الاكس بتاع الايه العمود اللي هتركب عليه إيه الجلبه دي. فالطول بتاعه اللي هو 6 من 10 ديامتر، يعني 6 من 10 في 150 يديني 90 ملم. تاني حاجه هنتكلم فيها دلوقتي اللي هو تحديد الديامتر كليرنس او الريديال كليرنس، لان احنا عارفين الديامتر كليرنس هو نص الديامتر كليرنس. الديامتر كليرنس اللي احنا بنسميه الخلوص القطري، والريديال كليرنس اللي هو الخلوص النصف قطري. وعرفنا برضو ان الديامتر كليرنس هو عباره عن الفرق بين قطر البيرنج وقطر الجورنال او الشافت، الفرق بينهم. والديامترال كليرنس هو ده المسؤول عن الجاب او الكليرنس اللي بيكون فيها اللوبريكانت موجود، اللي بيتولد فيها البريشر، اللي بيتولد في هذا اللوبريكانت البريشر اللي بيرفع الجورنال عن انه يتلامس مع الجلبه بتاعته. عشان نحدد ديمتر كليرنس فاحنا بنجيبه من التشارت اللي هنشوفها بعد كده كفانكشن من حاجتين، من اول حاجه من الجورنال ديامتر ومن الرننج سبيد. الجورنال ديامتر احنا المفروض نكون حددناها قبل كده كفانكشن من اللود مع الروتيشنال سبيد. وبالتالي طب بعد الخطوه بعد ما بحدد الجورنال ديامتر اللي هو قطر ركبة العمود نفسه، مش الجلبة، قطر العمود نفسه، هحدد دلوقتي من الشارت اللي جاية احدد الايه الديامتر كليرنس. الشارت قدامنا هي، الاحظ ان هي المحور الافقي بتاعها او الاكس اكسس بتاعها هو الجورنال ديامتر بالمليمتر، والمحور الرأسي هو الروتيشنال سبيد بالار بي ام. يعني ابص الاقي ان عندي جورنال، بنتكلم احنا عن جورنال ديامتر ابتداء من تقريبا من صفر لغايه 200 ملم، ما فيش حاجه اسمها جورنال ديامتر تساوي صفر، لكن يعني من 25 او من 10 لغايه 200 ملم جورنال ديامتر قطر عمود او قطر ركبه عمود. والسرعات لغايه 6000، من 60 لغايه 6000 ار بي ام. على اساس ان اقل من 60 ما يبقاش فيه عندي احتمال لتولد اي نوع من انواع الهيدروديناميك افكت. الخطوط الصفراء دي كل خط منهم مكتوب عليه قيمه الخلوص اللي انا قيمه الخلوص طبقا للقطر بتاع العمود مع السرعه. يعني اي نقطه على اي خط من الخطوط الصفراء دي، لو ناخد مثلا خط اللي هو الخط مثلا اللي هو مكتوب على الخط الاصفر اللي مكتوب عليه مثلا 50 مايكرون، هلاقي الخط الاصفر اللي مكتوب عليه 50 مايكرون اللي هو الخط اللي على الشمال الكبير اللي على الشمال او الخط الكبير على الشمال على ايد الشمال، هلاقي ان عند ديامتر 50 بيكون عندي روتيشنال سبيد 300. وبالتالي لو انا عندي دلوقتي عمود او بيرنج حسبت له لقيت ان الجورنال ديامتر بتاعه لازم يبقى 50 ملم وكانت سرعته 300، يبقى في الحاله دي لازم اخد الديامتر كليرنس ب 50 مايكرون. الديامتر كليرنس ب 50 مايكرون يعني قطر الجلبه لازم يبقى 50 زائد 50 ملم زائد 50 مايكرون. ليه؟ لان النقطه اللي هي النقطه اللي احداثيتها الاكس واي بتاعتها 50 و200 اكس اللي هو الجورنال، هي اللي هي النقطه اللي واقعه على الخط اللي مكتوب عليه 50 مايكرون. اهو ادي مثال قدامنا اهو، واضح قدامنا اهو. هذا المثال مثلا عند قطر 100 مع سرعه 1000 ار بي ام، لازم تكون الكليرنس بتاعي يكون الديامتر الكليرنس يكون 100 مايكرون، يعني 100 مايكرون يعني 1 من 10 ملم،
يعني الجورنال بتاعي هيكون قطره 100 مليمتر، والجلبة او البيرنج نفسه هيكون قطره 100 مليمتر بوينت وان او 101 مليمتر. ده مثال منه نقدر نعرف ازاي نحدد الدايمتر الايه كليرنس. وبالتالي احنا دلوقتي كده ايه خلصنا ازاي نجيب الجورنال دايمتر، وازاي نجيب الدايمتر كليرنس، وبالتالي ازاي نجيب كمان البيرنج ايه دايمتر، لان البيرنج دايمتر هو الجورنال دايمتر مضاف ليه الايه ريديال كليرنس. دلوقتي الديتريميشن، عايزين نحدد الديتريميشن اوف ذا تايب اوف اويل، ازاي نحدد نوع الاويل. بدايه الفانكشن او الخاصيه الاساسيه اللي في الزيت اللي بتلعب دور كبير في تكون الهايدروديناميك افكت هي اللوبريكانت فيسكوستي او لزوجه الزيت. ولزوجه الزيت احنا بتكون هي داله في السرعه اللي الكرسي بيجريها. الشارت اللي قدامنا دي بتوريني العلاقه بين السرعه روتيشنال سبيد مع الفيسكوستي بالسنتي بويز. ولاحظ ان هي ان العلاقه بتاعتي بتبقى خط مستقيم لغايه مسافه معينه، ثم بعد كده بيحصل لها ديكينج كل ما يزيد الروتيشنال ايه سبيد لغايه لما توصل قيمه اقل ما يمكن طبعا عند روتيشنال سبيد 5000 ار بي ام، عند 50,000 ار بي ام. طبعا دي حاجات ايه يعني بعيده في الحاجات اللي هي السريعه قوي في تطبيقات ايه خاصه، ولكن الرينج بتاعنا احنا بنشتغل عاده لغايه سرعه 3000 الى 5000 ار بي ام، ده اقصى حاجه 5000 ار بي ام. سرعات البيرنج عاده بتبقى من حدود من 200 300 الى الايه 3000 او 5000 ار بي ام. يعني لو بصينا مثلا هون هبص الاحظ ايه، الاحظ ان لغايه سبيد تقريبا 200 مثلا نقول تقريبا 230 او 250 لغايه سبيد روتيشن سبيد 250 ملم، هلاقي ان قيمه الزيت بتبقى ثابته اللي هي في حدود 32 او 35 سنتي بويز. بينما بعد كده بيبتدي يحصل ايه الديكينج. يعني مثلا عند سرعه مثلا زي اللي باينه قدامنا دي بالخط الابيض اللي ظهر قدامي حاليا، هبص السرعه دي اللي هي تقريبا ايه 1500 ار بي ام، هلاحظ ان عند 1500 ار بي ام لازم لو الكرسي بتاعي او العمود بتاعي بيجري عند 1500 ار بي ام الرننج سبيد بتاعته او الروتيشن سبيد بتاعته 1500 ار بي ام، لازم استخدم زيت الفيسكوستي بتاعته تكون 20 تقريبا 20 سنتي بويس. يبقى من ده من هذا المنحنى من معرفتي بالسبيد ممكن احدد قيمه الفيسكوستي المطلوبه في الزيت اللي انا المفروض ايه استخدمه. طبعا استخدام زيت بفيسكوستي اقل بيعني تولد بريشر او هيدروديناميك بريشر في الزيت اقل من المطلوب، معناه يعني يعمل يؤدي الى ديكينج في السيرفيس لايف بتاع البيرنج، يعني الكرسي بتاعي مش هيقدر يمشي ال 10000 ساعه اللي احنا المفروض ايه مصممينه عشان يمشي عليها. نفس الكلام استخدام فيسكوستي اعلى من دي، يعني بدل 20 لو واحد مثلا عند سرعه 1500 يستخدم فيسكوستي مكان 20 يستخدم مثلا ايه 30 او 35، دي بتعني ان بيحصل شير ستريس بيبقى عالي، شير ستريس بيتولد في اللوبريكانت بيبقى عالي، فبيحصل فقد حراري تولد، يعني بيفقد جزء من الانرجي بتفقد على هيئه حراره، فالزيت بيسخن فالفيسكوستي بتاعته بتقل، فبتقل الكاركترستكس ايه بتاعته. وان كنا احنا برضو من الصيف للشتاء ساعات بنستخدم زيوت، مثلا في الصيف بنستخدم زيوت بفيسكوستي اعلى بعض الشيء لكن بس ما تبقاش اعلى بنسبه كبيره، على اساس ان هي في درجه حراره الروم تمبريتشر في الصيف تبقى اعلى شويه، فبايه بتقلل الفيسكوستي، فالزيت بيبقى ايه معرض انه يسخن والفيسكوستي بتاعته تقل بعض الشيء. لكن يفضل طبعا ان احنا نستخدم دايما الزيوت بالطريقه السليمه او نختارها ليها اللزوجه السليمه طبقا للمنحنى اللي ايه اللي قدامنا. كمان عشان بقى دلوقتي انا عرفت قيمه الفيسكوستي، طب انا عايز اجيب بقى نوع الزيت، انا حددت قيمه الفيسكوستي. نوع الزيت او الجريد بتاعته الدرجه بتاعته احنا بنجيبها
تدلى من الفسكوستي ودرجة الحرارة من المنحنى اللي ظهر قدامنا دلوقتي. هبص لقى المنحنى ده عبارة عن مجموعة من المنحنيات المواصفات بتاعتها حطها المواصفات القياسية الأمريكية الـ SAE من SAE 10 لغاية SAE 70، والمنحنى هنا بين التمبريتشر و الفيسكوستي بالسنتي بويز. الرينج بتاعنا احنا عاده بنستخدمه في بلادنا هنا اللي هو من اس اي 30 الى اس اي 50 اللي هو واضح قدامنا ده. هون دي المنطقه تقريبا اللي احنا بنستخدمها في الزيوت، وبالتالي انا طالما حددت انا الفيسكوستي من المنحنى اللي قبل كده وعندي درجه حراره التشغيل بتاعتي اللي هي ماسك تروح من 60 الى 80 درجه مئويه، ممكن معامل الاثنين مع بعض او من 50 ل 80، ممكن معامل الاثنين مع بعض احدد الجريد بتاع الزيت او الدرجه بتاعته اللي هو الاس اي بتاعته كام. اول هنبدا نشوف اكزامبلز. المثال الاولاني بيقول ايه، فور سيرتن شافت في عندنا مين شافت عمود رئيسي، الريديال رياكشن از كالكوليتد فروم ذا بالانس ايكويشن اند فاوند تو بي 8000. يعني انا عندي عمود معين عملت البالانس كريجيد بودي، يعني رسمت الخط بتاع العمود كستريت لاين وحطيت الفيكسيشن بتاعت البيرنج كسبورت وشفت الاحمال اللي عليه وجبت الريديال رياكشن ولقيت الريديال رياكشن من معادلات البالانس الايكويشن اللي هو سيجما اكس تساوي صفر وسيجما واي تساوي صفر وسيجما مومنت حوالين اي نقطه تساوي صفر، لقيت ان قيمه الريديال رياكشن 8000 نيوتن. يبقى دي اول حاجه عرفت انا قيمه اللود اللي عندي. تاني حاجه قطر العمود طبعا بحسبه انا من معادلات السترينث، يعني اذا كان العمود بتاعي انا مصممه على الشير على نظريه الماكسيمم شير ثيوري او ماكسيمم برنسبل ستريس ثيوري، حسب النظريه اللي مصممه عليها بقدر اجيب قطر معين. ولنفترض ان انا كان عندي العمود ده من الشافت ديزاين اداني ان قطر العمود عند الركبه عند البيرنج هي 80 ملم وكانت السرعه بتاعت العمود بتاعتي 1000 ار بي ام، وعايزين نشوف ازاي احنا نختار الكرسي ده كجورنال بيرنج. ادي اللوحه اللي انا هستخدمها اللي هي الهيدروديناميك جورنال بيرنج تشارت. هبتدي اوقع عندي القيم اللي معروفه عندي. اول حاجه انا عندي ان العمود قطره كان 80 ملم، فبص الاقي مع الحمل ال 8000 هيديني نقطه، لو مشيت عدل هلاقي يديني سرعه 1500 ار بي ام، في حين لو بصينا تاني للوحه اللي كانت للمساله الاحظ ايه؟ الاحظ ان انا السرعه اللي عندي 1000 ار بي ام مش 1500 ار بي ام. طب دي نحل دي المشكله ازاي؟ معنى كده ان انا الكرسي ده لو انا عملته 80 ملم طبقا لحسابات التصميم عند الحمل اللي هو 8000 نيوتن لازم تكون سرعته 1500 علشان يتولد هيدروديناميك بريشر يرفع لي الجورنال عن الكرسي، لان احنا عارفين الاثنين بيتناسبوا مع بعض، كل ما قيمه كل ما السرعه كل عمود سرعته تزيد او كل ما الكرسي سرعته تكون عاليه كل ما قيمه الهيدروديناميك بريشر سرعته قيمه الهيدروديناميك بريشر المطلوب بتزيد، وبالتالي انا دلوقتي يبقى لازم المفروض الكرسي ده عند القطر ده اشغله عند 1500، لكن انا الكيس بتاعتي ما هيش 1500 هي 1000 ار بي ام بس، يبقى اذا لازم ايه اعيد تصميمه واصلحه. ازاي؟ ان انا اجي عند ال 1000 ار بي ام وامشي لغايه الحمل، لان الحمل مش هقدر اغير فيه، ده حمل موجود اكسترنال لود، السرعه ضروريه ممكن تكون المكنه نفسها دي مرتبطه بان لازم تكون سرعتها هي ال 1000 ار بي ام، لكن انا ممكن اعمله ايه؟ ممكن اغير قطر العمود، وبالتالي هبص الاقي ال 1000 ار بي ام مع 8000 نيوتن جات لي عند النقطه الخضراء اللي ظهرت قدامي دي، ودي هتديني ان المفروض العمود بتاعي ما يكونش قطره 80، لا مثلا يكون قطره مثلا 3 او 84 ملم، يبقى انا المفروض اعمل القطر بتاعي 84 ملم. طبعا هي لو انا زودت قطر من 80 ل 84 ما فيهاش مشكله، المشكله بتظهر لو كان الديزاين بتاعي كان عندي 80 وطلع ان انا من الحسابات بتاعتي ان هو ان انا عايز قطر مثلا 100 او 110، هي بتبقى مشكلة. هي لازم بقى اعمل عملية اوبتمايزيشن او عملية
تظبيط او يعني احاول اخلي الحل بتاعي ايه مثالي بعض الشيء. ازاي؟ ان انا ابتدي في التصميم بتاعي ارجع لتصميم الشافت واحاول اكبر قطره عن طريق ان انا اقلل الاسترنس بتاع الخامه، يعني اغير الخامه بخامه الجريد بتاعها من حيث الاسترنس تكون اقل، علشان ارفع من ايه من القطر بتاعي التصميمي عشان يوصل للقطر يتناسب مع القطر اللي انا جايبه من ايه من اللوحات بتاعه ايه الجورنال ايه بيرنج. هنشوف مثال تاني. For a certain shaft the radial reaction is calculated from the balance equation and found to be 30,000. يعني هنا بقى ايه الحمل كان عندي 30,000 نيوتن، يعني 3000 كيلو جرام، يعني 3 طن. ده الحمل اللي كان الرياكشن اللي ظهر الراديال رياكشن اللي جالي من المعادلات بتاعت السيجما واي والسيجما اكس بتساوي صفار وسيجما مومنت اباوت اني بوينت تساوي صفر، وكان قطر العمود 150 ملم، في حين ان سرعه الشافت برضو 1000 ار بي ام. برضو هطبق بنفس الطريقه اللي فاتت، ادي اللوحه بتاعتي اللي انا هستخدمها لان اللوحه دي ادق لوحه لحسابات الهيدروديناميك جورنال بيرنج. هبص الاقي عند ال1000 همشي لغايه الحمل اللي عندي، هوصل للنقطه اللي ظاهره قدامي اللي عند 30,000 نيوتن. هنزل لتحت هبص الاقي ان قطر العمود بتاعي اللي يديني قطر العمود اللي يشيل لهذا الحمل هو المفروض يكون 100 مثلا، في حدود 133 ملم. القطر بتاعي من التصميم هو 150 ملم، معناه ان ده سيف، يبقى انا اشتغل على طول على القطر 150 واعمل الكرسي بتاعي على القطر 150. هبص الاقي ايه الهيدروديناميك بريشر الافتراضي عندي هيكون كافي وهيكون ايه مثالي بالنسبه للشغله ايه بتاعتي. وبكده يبقى احنا خدنا امثله على تصميم الجورنال ايه بيرنج. والخط اللي هو اللي ظهر قدامي ده البرتقالي دون ده بيوضح لي الحل بتاعي اللي هو عند 150 هو ده الصح، هيبقى انسب شويه من ايه. ولاحظ ان 150 معناها ان هي ال 150 ده هيشيل حمل تقريبا بين ال 30,000 وبين ال 50,000، احتمال مثلا يبقى في حدود 40,000 نيوتن، يعني قادر على انه يشيل حمل لغايه 40,000 نيوتن، وبالتالي يبقى ايه مور سيف بالنسبه للكرسي. معناها ان الكرسي بتاعي حتى عمره هيكون ايه السيلف ستايل لايف بتاعته هتبقى ايه اعلى.